صباح الخير الغزالات ديالي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. المهم فيديو جديد على القناه ان شاء الله غادي يعجبكم. المهم اللي درت هذا النهار هذا نتوما معايا. المهم البنات، هذا الصباح هذا قررت نخرج نوح، يعني حتى حاجه ما درتها في الدار، قلت غادي نخرجوا هذا الصباح هذا للبحر واحد شويه. المهم هانتوما معايا. المهم الغزالات ديالي كيف ما كنشوفوا نوح فرحان فرحان، ولكن ما باغيش يعوم، عييت معاه باغي يهز غير الحجر، قال لك وخليني غير نرمي الحجر هكا في البحر، ومخليته على خاطرو لعب مع الوليدات. المهم فرحان كيف ما كتشوفوا. المهم بعدا درتو واحد شويه. بعد ما جينا البنات ضروري ضروري غادي ديباني راسك بشي حاجه كيف ما بتكون، لحقاش الا بقيت جالسه في الدار ونطيب الغدا راه ما غاديش نخرج. المهم جبت معايا الخبز وكاين البطاطا ديال الحوت، سلقت غير نوح شويه ديال البطاطا صافي، وعندي الزيتون هنايا ديال الزيتون الحار، هذه هي الغديوه ديالي. المهم غادي نتغدى وغادي نرجع معكم باش نوجدوا واحد الكيك اللي غزال. وهنايا البنات غادي ندوز نحضر معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع رائع بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه. المهم هنايا درت جوج بيضات، غادي نزيدهم 7 ديال المعالق ديال السنيده مع واحد الفانيو قبيصه ديال الملح، غادي نطرب الكل مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد 7 ديال المعالق حتى هما ديال الزيت، من طبيعه الحال نطربوا الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نزيد 7 ديال المعالق ديال الحليب، راه كيجي كيك خفيف ولكن ما كتكونش طالعه لحقاش غادي نديرو الطبقه الثانيه. هنا غادي نزيد جوج معالق كبار ديال الكاكاو صافي، غتبقى لي الخماره و 7 المعالق كبار ديال الطحين. المهم الكيك يكون خفيف، المهم عينكم ميزانكم ما يكونش خفيف بزاف، الا ما كفاوكش هذوك 7 ديال المعالق ديال الطحين، حيت الطحين كيكون سبحان الله كل طحين وكيداير، تقدي تزيدي واحد الرشيشه ديال الطحين. المهم كيف ما كتشوفوا القوام ديال الكيك خاصو يكون بحال هكا. المهم غادي نزيد هذه الخماره، نتوما غادي نوريكم القوام ديال، ها نتوما كتشوفوا الخليط خاصو يكون بحال هكا القوام عفوا. المهم غادي ندير الخليط ديالي في المول وغادي ندخلو الفران، راه كيطيب دغيا دغيا، يعني ما كاملاش نص ساعه دغيا كيطيب وكيوجد. المهم من يطيب غادي نرجع معكم. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا عندي علبه ديال الشونتيي، غادي نطربها مزيان مع كاس الحليب يكون بارد بارد مزيان كيف ما كتشوفوا. بعد ما طربت الخليط ديالي او الكريمه ديال الشونتيي كيف ما كتشوفوا، غادي نزيدها معلقه كبيره ديال الكاكاو، وغادي نزيد عندي هنايا الروح ديال الشكلاط كيف ما كتشوفوا باش كيعطي واحد لوكو زوين 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 بزاف لهاد الكريمه هذه كيف ما كتشوفوا معايا البنات. بعد ما طاب الكيك ديالنا كيجي على الشكل هذا، يعني كيجي كيك خفيف وما طالعش البنات كيف ما كتشوفوا. المهم هنايا عندي واحد الكاس ديال الحليب، درت فيه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، غادي نتقبو بالكيردون وغادي نسقيو الكيك ديالنا كيف ما كتشوفوا، غادي نخليه واحد شويه ومن بعد غادي نديروا الكريمه ديال الشونتيي اللي صوبنا. صافي دابا هنا غادي ندير الكريمه ديالي، غادي نسرحها على الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. المهم راه الكيك كيجي رائع، غادي تجربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله. مهم من بعد غادي ندوزو نصوبو الكلاصاج اللي غادي نديرو من الفوق. الكلاصاج البنات كيجي رائع. المهم هنا عندي كاس صغير ديال الحليب، كاس صغير ديال الزيت، وكاس صغير ديال السنيده، كلشي في كاسرونه. من بعد غادي نزيدو الكاكاو، غادي نزيدو جوج معالق او ثلاثه المعالق كبار ديال الكاكاو كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نخلط الخليط ديالي وغادي نديرو فوق البوطه باش غادي يطيب واحد شويه. من بعد هنا كيف ما كتشوفوا عندي ماروخه، ماروخه غادي ندير غير نص الباكيه حتى هي كتعطي واحد لوكو رائع. اللي ما عندوش ماروخه يقدر يدير اي شكلاط عنده زبيون يكون فيه المذاق ديال الكاكاو غالب.
المهم هنايا غادي نزيد الشكلاط ديالي كيف ما قلت لكم، درت غير النص ديال الباكيه مع التحريك من طبيعه الحال حتى يذوب هذاك الشكلاط. غادي نخلي الكلاصاج ديالي من بعد حتى يبرد عاد غادي نديروه فوق الكيك. وهنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما خليت الكلاصاج ديالي حتى برد تماما، يعني برد مزيان لحقاش الا مشينا حتى خوينا هكا سخون راه غادي يذوب لينا الكريمه ديال الشونتيي. المهم غادي نوزعو بهالطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نحاول نعلم على شكل مربعات الكيكه ديالي. صافي غادي نحاول نزينها شي تزيين اللي بسيط بزاف كيف ما كتشوفوا البنات. كيف ما شفتوا معايا زينتها بالكريمه ديال الشونتيي، بقات لي واحد شويه زينتها بهالطريقه هذه، يعني تزيين بسيط وخفيف وساهل تقدوا تزينوها باش ما بغيتوا. ومهم كيف ما كتشوفوا قطعت لكم واحد الطريف كيف ما شفتوا معايا كتجي لذيذه الصراحه، كتجي لذيذه بزاف، غادي تجربوها غادي تعجبكم. وصغتو هذاك الكلاصاج اللي كيجي مدمع هكا من الفوق كيعطيها مذاق رائع البنات، والله العظيم غتعجبكم وخفيفه. تقدو ديروها في مول دايت، تقدو ديروها في مول مربع باش كتعطيكم هذوك المربعات طريفات بحال هكا. ممكن نتمنى ان شاء الله تعجبكم البنات. ممكن كيكه لذيذه وخفيفه البنات. وهنايا الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا، بغيت نشارك معكم واحد الكوكوت اللي شحال هذه وانا كنتسناها في الحقيقه. كاينين بزاف ديال الكوكوتات يعني على الاشكال وعلى الالوان، ولكن بدي نتاسفي ما كتلقايش داكشي اللي بغيتي. انا بغيت يعني يكونوا اللذيذ ديالها في الاحمر، واخيرا واخيرا الحمد لله اللي بانوا وخديت هاد الكوكوت هذه. المهم انا بغيت نشاركها معكم ان شاء الله وغادي تعجبكم بصراحة، والله العظيم فرحتني بزاف لحقاش كنت باغا كوكوت. المهم العبار ديال 6 لتر، كنت باغا 4 لتر ولكن جاب فيهم غير 6 لتر. المهم انا غادي نشاركها معكم واخا مازال ما ركبت لها الديديه ديالها. المهم راه كوكوت ثقيله، راكم عارفين لينوكس كتكون كوكوت ديالها زوينه وثقيله يعني مليحه. المهم كيف ما كتشوفوا هذه هي الكوكوت. المهم ها الغطايه ديالها البنات كيف ما كتشوفوا، هادشي كامل داير على هذيك اليد تكون في الاحمر هكا الكرونه، اللون كرونه زوين بزاف. غادي نركب الديديات ديالها وغادي تشوفوها ان شاء الله. المهم وجاي مع هذا الكسكاس هذا، واخا صغير كيف ما كتشوفوا البنات اينوكس حتى هو. هانتوما شوفي فيه وجهك، هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا حقيقه عجبني بزاف زويون. هانتوما البنات الصفاره حتى هي، انا غادي نركبها في بلاصتها وغادي تشوفوا. هانتوما البنات المهم راه زوينه بزاف بزاف والله العظيم. في حقيقه ها نتوما البنات الديديات، في الحقيقه كنت غادي ناخذ واحد الكوكوت على بون، ولكن قلت نتسنى واحد شويه على بال ما يبان هذا اللون هذا. المهم قلت ضروري ضروري نشاركو مع البنات. المهم انا غادي نركبها الديديات ديالها ونرجع معاكم. كيف ما شفتوا معايا البنات بعد ما ركبت لها الديديات ديالها كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه. وفي الحقيقه 6 لتر احسن من 4 لتر، 4 لتر كانت غتكون صغيره بزاف. كيف ما وريتكم كيجي مع هذا الكسكاس هذا اللي صغير هو، ها انتوما نتمنى تعجبكم ان شاء الله البنات. ان شاء الله ضروري ضروري غادي نطيب فيها شي حاجه وغادي نشاركها معكم. المهم البنات بالنسبه للكاسرونات اللي كنت ديجا انا شاركت معكم الثمن ديالهم وحتى لا مارك، يعني صدقوا زوينين زوينين بزاف يستاهلوا الثمن ديالهم. وبالنسبه للكوكوتة البنات خديتها ب 450 درهم، يعني ثمن مناسب بزاف بزاف حقيقه. المهم هذه الماركه كيف ما قلت لكم زوينه، مازال لي غير البرمه ان شاء الله وغادي نكمل الساري. انا عندي البرمه ولكن الصغيره ما كتكفينيش الا جا عندي شي ضيف، وغادي نكمل كيف ما شفتوا معايا لا كولور ديال الاحمر اللي في حقيقه كيعجبني بزاف.
المهم البنات غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم، وما تنساوش تدعموا اختكم حنان باللي لايك وتبارطاجيو لا فيديو ديالي. المهم نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا لا فيديو، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو ماجي بحول الله. يلا خليتكم على خير البنات.